أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أرحب بكل ضيوفنا الكرام وشكرا أنهم لبوا هذه الدعوة. نتكلم على نائبة رئيسة المجلس الشعبي بلدي للجزائر الوسطى اللي ساهمت معنا في تنظيم هذا اللقاء. نتكلم على ممثل مجلس أعلى الشباب وممثلة المرصد الوطني للمجتمع المدني وممثل أو ممثلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. ولكن ما ننساش أنه هذه اللحظات وهذه الساعات اللي راح نقضيها مع بعض نرحب بكل الجمعيات اللي جات من مختلف الولايات. وللأسف أنه كمحطة أولى في ميكيتنا هذه خيرنا أن يكون منسقين الشبكة على مستوى وطني حاضرين في هذا اللقاء، ولكن راح يكون تمهيد باش يكون هناك لقاء وطني ل 150 جمعية الموجودة على مستوى وطني في الشبكة وبفعاليات أخرى وبديناميكية أخرى وببرنامج آخر إن شاء الله في خلال هذه السنة. نعرف بأنه طال اللقاء وأنه مدة كبيرة ما تلاقيناش، وأنه الأحداث اللي عرفتها البلاد خلات كل واحد أنه يجتهد في الموقع والمكان اللي يكون فيه، ولكن الاتصال لم ينقطع، كان غايب علينا اللقاء. لهذا اليوم اللقاء تاع اليوم فيه فائدة كبيرة لنا كشبكة كجمعيات أن نلتقي ونجدد اللقاء مع بعض. لكن أكثر من ذلك نجدد التزامنا بقضية حقوق الأطفال، التزامنا بمشروعية هذه الرسالة أننا ندافع على حقوق الأطفال، ولكن أكثر من ذلك التزامنا بالقيم والمبادئ اللي تجمعنا، لأن الشيء اللي يجمعنا في هذا القاعة كجمعيات نظن أعمق المسار تاعنا اللي هي القيمة اللي جمعتنا أكثر من الإنجازات والامتيازات والمصالح إلى آخره. رغم أنه كل هذا هو مشروع ما فيش مشكلة أن الإنسان يستفيد، ولكن القيمة اللي نرفعها والصوت اللي نرفعه هو أعمق لإذاعة هذه الرواد. فهي محطة في نظري اليوم أننا نجدد هذا الاتزان وهذه القيم وهذا الطريق وهذا المسار، لأن قطعنا مشوار كبير منذ 2004 وهذه آخر محطة اللي تلاقينا فيها، وأننا هذه المرحلة درنا لها أناري، ولكن المسيرة ما توقفش، راح تزيد تستمر بنفس جديد بفكر متجدد، ولكن ممكن برؤية جديدة، ولكن ما إيش منقطع على الأصل. لهذا في موعدنا هذا اقترحنا أن البرنامج يكون مركز على قضايا الأطفال بالدرجة الأولى، مركز على دورنا وعملنا في 5 سنوات المقبلة كيفاش راح نشتغل، ومركز على عملية التنسيق والتعاون والشراكة بيننا كجمعيات، ولكن بيننا وبين الشركاء الآخرين من مؤسسات من فاعلين من متدخلين في قضايا الأطفال. قبل كل هذا وبعده مصلحة الأطفال هي اللي تجمعنا وهي اللي تخلينا أننا نتجاوز كل الخلافات ونتجاوز كل المشاكل وكل التحديات، لأن المصلحة هي الأساس. أكثر من ذلك مصلحة البلاد. مصلحة البلاد تقتضي أنه مؤسسة مثل هذه، شبكة مثل هذه، أنها تبقى متواجدة، تبقى في الميدان، تعطي وتساهم في الحلول قبل كل شيء. مشاكل معروفة ولكن أين الحل؟ فلهذا موعد كما هذا مهم جدا أننا نعطي الأمل فيه ونعطي الحلول للعائلات الجزائرية اللي راها تعاني، ماشي كلها ولكن الكثير منها اللي راها يعاني في صمت وفي آلام نتيجة مشاكل تاع أولاده وإلى آخره. طبعا هذا كمدخل
لقائنا، ولا أريد أن أطيل في هذا المدخل لأن ما ينتظرنا أكثر. قراءتنا ورؤيتنا لوضعية حقوق الأطفال في الجزائر على ضوء الاتفاقية الدولية، ولكن على ضوء قانون حماية الطفل 12-15. علاش؟ لأنه لو ما نعرفش الواقع ما تقدرش تسطر أي مخطط ولا أي استراتيجية، لازم تنطلق من الواقع. الواقع اللي انت تلمسه وتعمل فيه، والواقع اللي راك عايش في المجتمع. لهذا راح نعرض لكم في إجازة نظرتنا وقراءتنا لهذا الواقع من أربع زوايا حتى نقرب الصورة أكثر للجمعيات وللمؤسسات اللي احنا شركاء معها في هذه النقطة. نبدأ. أولا، لماذا نتكلم على الطفل وأهميته؟ هذا نقطة المدخل تاعنا. أولا، لأن الطفل هو الركيزة الأساسية للمجتمع وللدولة. من تعداد السكان يمثل ربع الأنتياب أقل من 18 سنة. عندنا قريب 9 ملايين طفل اللي راه في الطور التمدرس، وعندك الطفولة الصغرى أكثر من 5 مليون طفل أقل من 5 سنوات. لو دير عملية حسابية راه عندك الثلث تاع المجتمع الجزائري في حد ذاته هو مجتمع. لهذا لازم لنا جهد كبير في الاعتناء بهذا المجتمع اللي هو أقل من 18 سنة. والاتفاقية الدولية وش تقول لك؟ تعريف الطفل، كل طفل أقل من كل إنسان يولد وسنه أقل من 18 سنة هو طفل. هذا تعريف القانون. الطفل هو المورد الأساسي للمستقبل للأجيال. لهذا لازم لنا مخططات وبرامج ناخذ. الطفل هو حلقة التوازن داخل الأسرة داخل المجتمع. داخل الأسرة هو حلقة توازن. تفضل. أي مشكل لما ينظر للطفل يتوقف. علاش؟ لأنه حلقة توازن. نفس الشيء في المجتمع، نفس الشيء على مستوى قرارات أخرى. هو الفئة المستهدفة لكل البرامج والسياسات العمومية لتعتني بالتربية، بالتعليم، بالتكوين، بالتنشئة الاجتماعية، بالنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. شوفوا عدد الأطفال اللي راهم في المدرسة، عدد الأطفال اللي راهم في التنشئة الاجتماعية، عدد الأطفال إلى آخره. هذا هو الرصيد. هو هدف السياسات العمومية والبرامج والتطور التكنولوجي. الآن الدول المتطورة تبني النمو الاقتصادي والتطور تاعها على هذه الشريحة. بما فيها البحث العلمي والتطور التكنولوجي. يعني نشوف المستقبل كيفاش يعيشوا مع هذا التطور. هو اساس الامن والاستقرار ونبذ العنف والتطرف والكراهيه والتمييز. هذا يبدا بالتنشئه. هدف اساسي للاستقرار. كل ما نعمله باش الطفل يعود يكون في بيئة مستقرة آمنة. مهم جدا نبذ العنف، نرفض العنف، يعني على مستوى شخصي وعلى مستوى العائلة وعلى مستوى المؤسسة وفضاء عمومي وإلى آخره. التطرف، وشفتوا باللي واش عشناه مثلا في المأساة الوطنية، شكون الضحية الأول اللي كبر؟ الأطفال والنساء والعائلة. لهذا الأمن مهم جدا لتنمية هذا العنصر الأساسي في المجتمع. نفس الشيء بالنسبة للكراهية والتلبيس، هذا يجي من الطبيعة. أساس التعايش السلمي ورفض النزاعات وقبول الآخر. أنا أعطيك برك بعض المحاور علاش باش نهتم أكثر بالطفل والمستقبل تاعو إلى آخره. أول نقطة نشوفوا بها وضعية الطفولة في الجزائر هي من ناحية الإنجازات والتحديات. أول نقطة في الإنجازات عند التشريع الوطني والاتفاقيات الدولية، عند الحقوق والمبادئ.
عندنا الوضعيات الصعبة وعندنا الآليات والبرامج. هذو أربع نقاط يشوفوا فيها الوضعية. يعني كات أونجل ديفيز يشوفوا. كي نشوفوا التشريع الوطني والاتفاقية الدولية. الحمد لله أنه السنوات الأخيرة منذ 2014 تقريبا إلى يومنا هذا أرمدة من التشريع الوطني. بداية من قانون حماية الطفل 12-15 لتدعيم الحماية القضائية والاجتماعية وتعرضوا اللي كان نضال كبير قرابة 9 سنوات وحنا نضربوا ونضربوا باش القانون هذا خرج منذ 2006 لما جاء المقترح الأول من طرف وزارة العدل وحنا نرفع ونناضل باش القانون يخرج أخرج في 2015 لأن الطفل الجزائري كان محمي بقانون 72 نذكر فقط 72 تجاوزه الزمن تقريبا 30 سنة وإحنا متأخرين حتى 2015 باش جاء جددنا القانون تعديل قانون العقوبات في 2014 لا سيما المواد المتعلقة بالاختطاف تعرفوا كلكم الموجة تاع الاختطاف اللي عشناها منذ 2012 الاعتداء الجنسي التسول والمسؤولية الجزائية للأطفال هذا كله نضال باش تعدل قانون العقوبات في 2014 قانون المحظون اللي جاء في 2016 وخاصة في مسألة النفقة وتعرفوا كلكم مشاكل تعيشها الأسرة الجزائرية لما يكون طلاق ولا الخلع في مسألة النفقة وحق الزيارة إلى آخره قانون الصحة لأنه قانون الصحة مهم جدا يترجم عدة حقوق بما فيها الحق في الصحة صحيح يعني مع المستوى النفسي ولا الصحي أو العقلي إلى آخره فكان عندنا لمسة في قانون الصحة ولمازال إن شاء الله قضية تنفيذه في الميدان خاصة في فيما يخص نظام التعاقد ليعرف الميدان القطاع هذا فيما يخص نظام التعاقد علاش لأنه يعني كلكم لما تروحوا المستشفيات وش تشوفوا نقص النوعية صح نقص في النظافة نقص في كذا إلى آخره عندنا خبرة كبيرة في المجال الطبي لي ميديسان تاعنا الله يبارك عليهم لاكت ميديكال موجود ولكن اللي تبع لاكت ميديكال هو المشكلة من خدمات من اشياء اخرى متعلقه بسيرفيس الى اخره هذا شكون يحلو حنا كنا نظن عليه هو نظام تعاقد ممكن نرجعوا ليه مع الوزاره ومع البرلمان في هذه النقطه لانه لحد الان راه مجمد قانون الصحه تكلم ليه قانون الاختطاف الاشخاص بما فيها الاطفال اللي جاء في 2020 وقانون الاتجار بالبشر اللي جاء هذه الأيام خلال هذه السنة وكنا تناولناه مع البرلمان تناولناه مع وسائل الإعلام فلهذا الحمد لله يعني على مستوى التشريع درنا خطوة كبيرة نحتاج كلكو ريغلاج فيما يخص التشريع فيما يخص من بعد الاتفاقية الدولية تعرف الجزائر سلقت كباقي الدول على الاتفاقية الدولية 1992 ومن الآليات أنها تقدم التقارير الدورية كل 5 سنوات كان آخر تقرير قدمته الجزائر هو في 2012 أمام اللجنة الدولية ونذكر أنه كان التقرير الرابع والخامس والآن رانا متأخرين يعني المفروض بين 2012 حتى 2019-2018 كان المفروض يتقدم التقرير الآخر لكن حنا رانا في 2023 فممكن الجزائر راح تقدم تقاريرين يعني في جلسة واحدة على الوضعية وإحنا رانا نتبع في الموضوع مع اللجنة الدولية لأن الشبكة في 2011 قدمت تقرير البديل أمام اللجنة الدولية وحضرنا في تقديم التقرير الرسمي وشاركنا مع وزارة الخارجية في إعداد التقرير الرسمي والأخت عتيقة مشاركة في هذا الموضوع عن قرب في مستوى الموضوع تاع الأشخاص في إعاقة فلهذا إحنا الشبكة في صدد تعديل إعداد التقرير الثاني البديل
اللي راح نقدموه امام اللجنه الدوليه ونقولوا كلمتنا حول الوضعيه وما هي الانجازات وما هي النقائص. في نفس الوقت كي درنا التقارير البديله درنا لو بروفيل ناسيونال. لو بروفيل ناسيونال هو اللمحه الوطنيه لاهم الممارسات الفضلى في حقوق الاطفال اللي درناه في 2012. هذا سيتا ميكانيزم للجمعيات يقدروا يستعملوا يخدموا عليه، وحنا بفضل الشراكه تاعنا مع الكنديين لو بيرو كنديان دو لافون اللي كونا الإطارة تاعنا كيفاش يديروا البروفيل ناسيونال على الممارسات الفضلى في حقوق الأطفال في كل القطاعات، يعني تقدر تمس كل المواد كما تقدر تمس بعض المواد حسب القدرة وحسب الممارسة. هذا بالنسبة للتشريع والاتفاقية الدولية باش نعرفوا وين نواصلوا، باش نبني عليها المستقبل تاعنا. فيما يخص الحقوق والمبادئ، الاتفاقية جات ب رزنما من الحقوق ولكن جاءت بمجموعه من المبادئ اللي هما خمس مبادئ اساسيه: الحق بالمشاركه، الحق في الحمايه، الحق في التنميه والنماء الى اخره، والمصلحه الفضلى للاطفال. ولكن مساله الحقوق الجزائر استثمرت فيها منذ الاستقلال حتى اثناء الثوره، يعني الاطفال كانوا محدودين بالامكانيات القليله، وبعد الاستقلال كان جهد كبير قبل مجيء الاتفاقية. الحمد لله كي نشوفوا 9 مليون طفل في المدرسة، شي سهل على الدولة ولا المجتمع يدير هذه العملية. نفس الشيء التمدرس مجاني، الصحة مجانية، التكوين مجاني، التعليم العالي بعد 18 سنة مجاني. هذا إنجاز كبير. نفس الشيء في الثقافة، في التسلية، في المركز اللي رانا فيه مركز ثقافي على مستوى الجماعات المحليه الى اخره، ولكن اليوم وش ينقص في هذه الحقوق؟ ينقص النوعيه والجوده. واكثر من ذلك ينقص الاكسسبيليتي، الولوج. لما تكلمنا على الاشخاص المعاقين الغير متمدرسين، لانهم يعني ما عندهمش الولوج. ما عندهمش لاكسي. لان المدرسه غير مكيفه، في بعض التجارب نجحت، ولكن كيفاش حنا في 23 مازال عندنا اطفال معاقين ما يقدروش يتمدرسوا؟ غير معقول هذا. نكيف المدرسه ونكون الاستاذ ونكيف البرامج ونكيف الوسائل البداغوجيه ونكيف البنايه، ويجي يتمدرس ويدير الرياضه ويروح للثقافه ويدير كل شيء. هذا هو الاساس. لهذا حنا نتكلموا بان الحقوق مكرسه وموجوده في الميدان، ولكن يا جماعه تنقصها النوعية، تنقصها المقاييس الدولية، تنقصها التطور. هذا لازم نشتغل عليه كمجتمع مدني. لاحظنا في قضية الحقوق والمبادئ النقص في التنسيق والتعاون بين القطاعات المعنية. كأنه الطفل حكر على قطاع، لا، قطاع مشترك، سي ترانسفيرسال. ما هوش قطاع العداله وحده، ما هوش قطاع التضامن وحده، قطاع الشباب وقطاع التربيه، لا، كل القطاعات معنيه. بالله عليكم لحد الان 23 ما نقدروش احنا نقضوا على التسول تاع الاطفال. هذه مسؤوليه كل القطاعات، ماهيش مسؤوليه قطاع واحد. هذا هو الصوت اللي لازم نوصلوه ونقولوه بكل شجاعه. هذا هو. لهذا اليوم نطالب من المؤسسات والجمعيات ان يكون تنسيق حقيقي ميداني، ما مش تاع مناسبات ولا احتفالات. كيجي البرومي جوان عيطوا لكم، لا انا ما نعيطليش برومي جوان، جوان نحتفلوا به كاع كامل مع الاطفال، ولكن في الميدان. لهذا حضور الجمعيات في الاليات والفضاءات المشتركه كمجالس وكذا ضروري، ماهوش حضور في جيرون. لازم تكون متمكن باش ترافع وتصحح الامور. فلهذا مساله التنسيق مهمه جدا على مستوى رسمي وعلى مستوى مركزي وعلى مستوى محلي. كيما احنا رانا دايرين التنسيق منذ 2004 احنا نشتغل مع بعض. وين وصلنا؟ وصلنا نتكلموا لغه واحده، فهم واحد. كي تهدر اختي من قسنطينه نفهم، وكي نهدر من العاصمه تفهم تاع النابه.
ويفهم لي في راه في تمر راس ويفهم في إليزي وكذا وهذا لازم نوصلوا له ما عادوش يولي سي اوتوماتيك بالتيلي كوموند تنسي يحتاج شرح كبير ونربحوا الوقت ونربحوا الجهد الى اخره نقص البرامج والاستراتيجيات لترجمه المبادئ الاساسيه لهذه الحقوق لا سيما مبدا المشاركه مصلحه الفرد للاطفال والحق في النماء والبقاء ونعطيكم مثال ونروح الوسائل الاعلام كيفاش حنا ماشي قادرين نطوروا برامج للاطفال تاعنا في وسائل الاعلام ما نتكلمش على حصه ولا زوج نتكلم على برامج يصحح بها الاتجاهات والسلوكات والمفاهيم وهي تغذي اطفالنا بالمنتوج الجزائري وعلاش حاطين يروح المنتوج الشرقي ويروح المنتوج الغربي وينفتح على منتوجات اخرى وحنا ما عندناش وروحوا حتى لي ريسو سوسيو تاعنا وراه المنتوج الجزائري كاين ما كاش منتوج جزائري ما نتكلمش عن بعض المبادرات الناجحه ولكن ما كاش لترجم مشاركة الأطفال لترجم المصلحة الفضلة لترجم مبدأ الحماية إلى آخره هذه برامج يا جماعة في الدول المتقدمة ينفيستي فيها بالخبراء وكذا وكل شيء خدمتهم غير هذه كيفاش يطور البرامج في القنوات وفي الإذاعات وفي الريزو سوسيو وكذا وكل شيء حنا رانا غير كونسومر ولادنا راهم غير كونسومي هذا اليوم لازم نمشي في هذا الاتجاه هذه النقطة الأولى بعد ما شفنا التشريع والآخر شفنا الزاوية الثانية اللي هي الحقوق والمبادئ نجي نشوفوا الزاوية الثالثة وهنا المشكل الكبير الوضعيات الصعبة ما معنى الوضعيات الصعبة؟ يعني وضعيات خطر يعني وضعيات تاع نزاع يعني وضعيات غير قانونية طريقة صعبة تاعنا تاع الشبكة حسينا لكم البعض نتكلم عن العنف والاعتداءات وسوء المعاملة على الأطفال في البيت خارج البيت في المدرسة إلى آخره الاعتداءات الجنسية نتكلم على الترويج والاستهلاك المخدرات في أسر الأطفال اليوم المخدرات نزل مستوى الاستهلاك راه في الابتدائيات أو الخطر والرجاء النزاعات العائلية والزوجية وما يترتب عنها من طلاق وخلع ومشكل في حق الزيارة وبيت المحظور والنفقة كثير من العائلات راح تشتكي يعني. الزواج المختلط والاختطاف المدني العابر للحدود شحال من أم شحال من أب اللي متزوج مع أجنبية ولا مع أجنبي راح يعاني لما يكون النزاع ويكون الطلاق المولودين خارج الزواج وآلية الكفالة التسرب المدرسي التسول الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي للأطفال عمالة الأطفال في السوق السوداء ما نتكلمش عن السوق الرسمية العالم الافتراضي والتكنولوجيا والإعلام والإتصال اليوم عندنا 13,000 سنويا ضحية عنف بكل أشكال ونوصل حتى 16,000 ضحية ومرتكب للجريمة من الأطفال أنفسهم سنويا أكثر من 3,300 مولود خارج إطار الزواج هذا هو رمي روحه الاعتداءات الجنسية حدث ولا حرج تجاوزنا 9,000 بكل أشكال من اغتصاب من فعل مخي للحياة من تعريض الأطفال إلى مشاهد إباحية إلى آخره من المسائل من وزن المحارم ورانا رايحين كي تجمع كامل هذه الارقام هاي شحال يولي لك هو فرض كبير هذا يهدد الحقوق الاساسيه والمكاسب اللي تكلمنا عليها ويحدد حتى يهدد التشريع تاعك هذا لازم لنا عمل كبير هنايا في الوضعيات الصعبه يعني نحتاج جمعيات متخصصه نحتاج جمعيات محترفه نحتاج جمعيات مستقرة وعندها الإمكانيات وبعيدة على الضغوطات وتتعاون وتشارك مع المؤسسات اللي عندها المنظار هذا أنا ما نجيش نعوض العدالة ما نجيش نعوض لاكسيون سوسيال أنا نساهم اليوم الشبكة راهي تتأسس كطرف مدني في هذه القضايا اليوم الشبكة
راهي تحرك الدعوه العموميه. اليوم الشبكه راهي تحضر مع الضبطيه القضائيه. اليوم الشبكه راهي تدير الوساطه الاجتماعيه. اليوم الشبكه تقترح الحلول امام القاضي. ونعرضوا هاي الشاهده الاخت مليكه والاخ فؤاد وحميده اللي راهم يشتغلوا يومين على الحالات. نحضروا حتى الجلسات مع قاضي الاحداث. ونتشاور مع رئيس المحكمه وقاضي شؤون الاسره وفي بعض الاحيان حتى مع وكيل الجمهوريه على حالات. ها هو المستوى اللي وصلنا له. هل هذا المستوى في المستقبل نقدروا ننزلوه على مستوى محلي؟ نقدروا ننزلوه. لكن نحتاج امكانيات، نحتاج من اخواني واخواتي اللي راهم هنايا كجمعيات انهم يتخصصوا. ماشي اليوم راه في الحقوق، غدوه راه في البيئه. اختيار. شايفين هذا العمل، هذه الوضعيات هي الحجر الاساس، الزاويه. ولهذا اليوم منظومه الحمايه في الجزائر تحتاج الى تدعيم. لان يعني فيها شاشه. نحتاج ان نعاود اعاده النظر في الكثير من الميكانيزمات اللي فيها. فشفنا من ناحيه التشريع، شفنا من ناحيه الحقوق، وشفنا من ناحيه الوضعيات الصعبه اللي هي تحدي ماهوش مكتسب. ولكن الان في الزاويه الرابعه نشوفه من ناحيه الاليات والبرامج اللي وضعها التشريع، وضعها الدستور، ووضعتها المؤسسات. اول اليه والحمد لله هو المفوض الوطني لحمايه الطفوله اللي جاء بقانون 2015، وهو مكسب مهم جدا. اليوم نحتاج بعد 2015 نقيم هذه الاليه، وين وصلت في العمل تاعها؟ ما هو المنتوج بدايته؟ كيفاش راه تسير؟ ومن حقنا انا كمؤسسين لهذه الاليه كشركاء، انا نقول كلمتنا ورانا واصلين ولا عيب في ذلك. المجلس الوطني لحقوق الانسان اليه من الاليات المهمه في الدفاع عن حقوق الاطفال. المجلس الوطني من للوقايه من عناء الاطفال على مستوى وزاره العمل. اللجنه المشتركه للوقايه من الاتجار بالبشر اللي راه على مستوى وزاره الخارجيه. مخطط الامدال واليقظه اللي راه ضد الاختطاف اللي راه على مستوى القضاء. هذا يتطلب منذ تم وضعه منذ 2012 2013، وكنا مساهمين فيه وعطى نتيجه. عطى نتيجه في الشق الردعي، في الشق القضائي، ردع الجريمه. ولكن اسباب الاختطاف ما زالت قائمه. نحتاج الى تفعيل الاليه في شقها الاجتماعي باش ننقص من اسباب الاختطاف. هذا مهم بالنسبه لنا. الارقام الخضراء للتبليغ عن الانتهاكات وسوء المعامله. شحال من رقم اليوم كاين؟ الشبكه عندها، والمفوض عنده، والامن عنده، والدرك عنده، والعداله عندها، والتضامن عندهم. حورنا ومن بعد هذه الارقام لازم من تعاون فيها مشترك، لان الرصيب هي ونفسها الطفل والعائله. كيفاش نشتغل من بعد وراء هذه الارقام؟ لازم يكون هناك كيفيه واحده. طبعا بروسيسيس يكون مشترك. مخطط الوطني الجزائر لو بينا اللي دار في 2014 حتى 2018 واللي صادقت عليه الحكومه، اللي هو برنامج اللي يمس الاساسيات في حقوق الاطفال خاصه قضيه الحمايه، نحتاج اليوم الى تقييمه. وعلاش ما نديرش مخطط ثاني منذ 2018؟ رانا دوكا 2023، خمس سنوات. من دار التقييم؟ من دار المخطط الثاني؟ وراء المخطط الثاني هذا لازم يدار الاستراتيجيه الوطنيه للطفوله الصغرى اللي هما اقل من خمس سنوات، واللي دارت الحكومه ولكن ما مشاش للميدان. وعلاش؟ خاطرش الهيئه الاخرى راه ما تفاهمش مع الهيئه الاخرى. هاي مصلحه الاطفال يا ناس، هذا لازم يتحرك الملف الطفوله الصغرى. وكلكم راكم تشوفوا لي كراش كيفاش راهم يخدموا، لي بومية كيفاش راهم يخدموا، ها لي غاردي دونفون كيفاش راهم يخدموا.
هذه لازم تصور مشترك، ما يكفيش نتلاقي باش نفتح لاكريش والبرنامج اللي داخل واش راه فيه يا اخي. هذا طبعا هذا الملف لازم يتحرك. الاستراتيجية الوطنية للأسرة نفس الشيء اللي دارت في 2018، واش مصيرها وراهي؟ أجبت بزاف الملفات تاع راه راه بلاخر لا حاب نقول باللي نحن على دراية بالشيء اللي دار والواقع، وعلى الدراية نبني المستقبل كامل. هذه هي الرياليتي. لهذا احنا صوتنا اليوم لازم نوصلوه بهذه الحكمة معكم ومع المسؤولين تاعنا بهذه. لهذا اليوم لما نشوف الزاوية هذا الزاوية في المخططات في الآليات وفي البرامج عندنا ما شاء الله حضورنا وراه ضعيف جدا. الأدلة الفعالية تحت الآليات في الميدان والراهي ما يكفيش نبدل الأرقام، ولكن شحال خل شحال انقذنا من ضحية، شحال من ضحية دخلت في المجتمع، شحال من ضحية تم يعني ريباري الريباراسيون تاعها إلى آخره. كم من أسرة خرجت من وضعية صعبة إلى آخره. هذه الأشياء، فهذه هي ربع زوايا التشريع. شوفوا مليح التشريع الوطني والاتفاقية، الحقوق والمبادئ، الوضعية الصعبة، الآليات والبرامج. تخلينا نشوفوا صورة حقيقية لحقوق الأطفال. فيه مكتسبات ولكن فيه تحديات. كيفاش نتعامل معها؟ نتعامل معها بالتوصية التالية. أعطيكم بعض الأمثلة ونفتحوا النقاش ولا نديروا البرنامج الآخر. من بين التوصيات اللي احنا عددنا أكثر من 53 توصية اللي راح نشتغل عليها ونبعثوها للحكومة في قضية وضعية حقوق الأطفال. ولو ترجعوا للتقارير الرسمية راح تلقاو الكثير من الملاحظات. أولا نوصي بتعديل قانون العقوبات في المادة 49 الخاصة بالمسؤولية الجزائية للأطفال التي يجب رفعها في مستوى 13 سنة عوض 10 سنوات. الكثير منكم ممكن ما يعرفهاش، لأن في قانون العقوبات الطفل داير له سن المسؤولية الجزائية بينال 10 سنوات. وهذا خطر على النفسية، سي اكزاجير. رغم انه في التنفيذ يقول لك بين 10 و 13 سنة نديروا تدابير تربوية. ولكن الطفل في هذا السن تحمل المسؤولية الجزائية مجازفة. بين 13 و 16 سنة دير تدابير تربوية. بين 16 و 18 ممكن طفل يتعرض إلى الرقابة القضائية ويتعرض إلى الحبس الاحتياطي. باش تكون على علم، باش تكون على بالكم، بين 16 و 18 سنة يقدروا يروحوا لديبو لو يرتكب جريمة قتل ولا مخدرات ولا كذا يقدر يروح. بين 16 والاخر يقدر يكون في الرقابه القضائيه مع الولي تاعو. باباه كل يوم يروح يسني عند الشرطه ولا الدرك باش يعطي باش تعرف. اما نزل المسؤوليه الجزائيه الى 10 سنوات نظن فيه مجازفه، لابد من اعاده النظر في هذه الماده. اعاده النظر في الاجراءات والتدابير القضائيه والاداريه الخاصه بممارسه حق الزياره، الحضانه، النفقه بالجزائر او خارج الجزائر بالنسبه للاطفال الموجودين في وضعيات النزاع العائلي او الاستغلال. هذه كلها القضايا كبر قانون الأسرة. احنا راح نرافع باش نعاود إعادة النظر في هذه التدابير. حرام الأم نتيجة النزاع ما تشوفش وليدها، ولا الأب ما يشوفش وليده، لأنه الطرف الآخر يهرب به وعنده قرار قضائي ما يقدرش يتنفذ. وين صارت هذه؟ مهما كان النزاع، العلاقة بين الأب والأم زي، والعلاقة بتاع الأطفال مع والديهم تبقى محمية مهما كان. إلا الخطر، إذا كان الخطر اعتداء جنسي ولا هروب ولا كذا، هنا تدخل السلطة.
ضرورة وضع مخطط وقائي يتعلق باليقظة والتكفل بالأطفال ضحايا ومرتكبي المخالفات والجريمة للحد من ممارسات السلوكات ذات العلاقة بالانحراف والجريمة والاعتداءات الجنسية في أوساط المراهقين والشباب. احنا نتكلم على الاعتداءات الجنسية، ولكن روحوا شوفوا الاعتداءات الجنسية بين الأطفال. مراهق يعتدي على طفل أقل من 5 سنوات، أقل من 9 سنوات، وما في زوج أطفال، كيفاش تحميهم؟ كيفاش تعمل معهم؟ و الوضع أكثر من ذلك. بيدوفيليا موجودة إلى آخره من الممارسات. رغم أن الآن اليوم فيه قانون لمحاربة العصابات الأحياء إلى آخره. ولكن فيه وضعية صعبة. لأنه الأطفال اللي راهم يرتكبوا الجريمة راه في تزايد. ما يكفيش تديه الحبس. يدير عامين ويدير 3 سنين و4 سنين وبعدها. هاو المشكلة هنا في عدد الأطفال اللي راهم يرتكبوا الجريمة. مش الضحايا. مراهق يعتدي على يمه، مراهق يعتدي على جاره، مراهق اللي قاسي دار جاره ويلقى روحه في الحبس. كيف تعمل؟ هذا ملف آخر. تكفل بالأطفال في نزاع مع القانون. لازم لنا من جهته الإسراع بمخطط وقاية التكفل بوضعية التسول والاستغلال الاقتصادي بالاسواق الموازيه حمايه لهم وضمان اعاده ادماجهم اسريا وتربويا واجتماعيا. حبينا نقطع التسول، دير الادماج، دير مخطط، خدم على الادماج كابارتا. ما يكفيش ترفد المتسولين ديروا المركز وخدوا عندك يخرجوا. ادماج اسري، ادماج اجتماعي، ادماج اقتصادي. الطفل يولي المسار الحقيقي تاعو اللي هو الحقيقي الحقوق والاسر تاعو، هذا هو الاساس. وضع نظام معلوماتي شامل متطور لمتابعه وتقييم وضعيه حقوق الطفل بالجزائر بمشاركه كل هيئات ومؤسسات، تسهيل الوصول الى المعلومه ومتابعه السياسات العموميه واعداد تقارير. شحال من رقم اخضر اليوم كاين، كلهم عندهم ارقام وعندهم وضعيات. وين راه يتصب؟ هذا محتاج نظام موحد معلوماتي. يكون يا يعني إما عند وزارة العدل، يا يعني إما يكون عند الحكومة، يا يعني إما يكون عند المفوض، كل الأرقام تصب عنده. يكون عمل مشترك للتقييم وإعداد التقارير. هذا مهم جدا، ما يكفيش كل هيئة تحتفظ بالأرقام تاعها. إحنا عندنا أرقام، وزارة العدل عندها أرقام، الدارك عندها أرقام، الأمن عنده أرقام، المفوض عنده أرقام، الداخلية عندها أرقام. نريد من الدولة أن يكون نظام محمي في يد الدولة الجزائرية والمسموح به أن نعرفه واللي مش مسموح راه في يد الدولة، وأن يكون تقييم ويكون تقارير مشتركة باش القرار والسياسات تتخذ في الاتجاه الصحيح. تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالطفولة الصغرى وتكلمت عليها فهمتي، بناء على المادة 489 من القانون الإجراءات الجزائية والمدنية الخاصة بالتأسيس كطرف مدني، نقترح تدعيم هذه الآلية بإطار وظيفة ومهمة الوساطة اللي رانا نعتمد عليها أمام المحاكم. احنا كطرف مدني نتأسس رسميا. بارك الله فيكم، سمحوا لي أن أطول عليكم. حبيتكم باش تحطكم في لاميموار والصورة كيفاش رانا نشوفوا في الوضعية وكيفاش نتقدموا في المستقبل فيما بعد عن طريق الاستراتيجية. بارك الله فيكم.